راكار فيش المهم سميتي فاتسي وتوزاني معروف الكوميونيتي ديال الجيمين ستريمين بازويا العقرو اكس راك تما خويا عندي 25 عام اش غنقول لك بدينا الجيمين احنا صغار وحنا دابا احنا حاضرين معاكم نعجبوكم على مقارب نعجبوكم عاود لينا كيفاش دخلتي لعالم الجيمينغ دخلنا للعالم ديال الجيمين باقي صغار عقل كان الوالد كان شرا ليا بلاي 1 عاقل على مزيان في 2001 هي فاش صافي دخلنا للعالم ديال التكسار وكذا مي قبل كان عندنا واحد الصال في العائله كانت عنده ديك بحال تقول كيسميوها كاع ملك النمور الذهبي كنا كنبقاو لاعبين انا وياه كنفهموا كيفاش الحيت كذا وبقينا كنتفرجوا كيفاش بنادم في التلفازه سوتو واحد لي شانيل ديال الجيمين كنفهموا كيفاش طاجو شويه اكتشفنا بلاي 1 وهي تماك صافي فاش بدات القصه ديال التقصار الكره انا اكثريت كان معروف في الصغر ديالي بكره اللي بان لي كنت كندخل عليه من وينينغ 11 وهي غاده وحنا غاديين طالعين معها كنتو كديروا تورنوات في الدرب ديال الكره مزيان جبت شي هاد اللايف هادي مزيان التويشي هادي المهم فاش كنا صغار كنا الدراري معروفين في الدرب كنلعبوا كره بزاف كنت باريكزوم كل ويكند كنلعبوا ماتش في سكان ساليو كنا ديما كنتجمعوا عندي في الدار كنضربوا واحد الكليسه في السطح تلفازه بلاي من بلاي 1 حتى البلاي 2 كنا كنجمعوا كنديروا تورنوا صغيره بيناتنا عاقل واحد النهار خاسرين واحد الماتش مع واحد ولاد الدوار ربحونا مهطونا في كره قلنا لهم اجيو تدخلوا عندنا البلاي شديناهم كان عليهم بالمعطي المعطي 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 تماك كاين شي واحد فيهم مخرجش ب 10 كنا لعبنا في بروسيس عاقل عليها بروسيس 2006 الوحيد اللي عنده ديك الساعه بلاي في الدرب كان كلشي كيتلعب بيطو في دربنا في الشاطئ ديالنا الوحيد اللي كان عنده بلاي في الدرب كان كلشي كيطلع عندي كنقصر كانت الوالده ديما معاه في مشاكل في هاد اللعيبه هادي ولكن ما فهمتش الوالده والخوادريه كانوا صابرين معايا في هاد التوشي بيس قول لي من صغرك كنت كتفكر تكون ستريمر كان بالروج ولا جيت ندوي معاك في البلان ديال ستريمين كان حلم عندي من انني نكون غران ستريمر تشوف فاش كنت فرج بنادم كيبقى يوريك دوك لي جيم بلايز ديال شي جو معنا قبل ما كش داكشي ديال ام ام او اي بي جي كذا ما صوقيش داكشي كانت كوره ولي جو دافونتور كان زي جو دافونتور كنت كنتفرج في واحد الاخوان في يوتيوب بي سي في سيبر عندنا في الدرب مامي خويا حكيم كنا كندخلوا نتفرجوا عنده كنبقى نتفرج فيديوهات ديال لي جو شنو غنشري هاد السيمانه في بلاي باش نلعب بلاي دو نحدها في السيمانه كان عندي ديما داك التحدي وكنت كنبغي بنادم يتفرج معايا داكشي اللي كندير باسكو كنت كونسونطرا في شي جو خصني ضروري نلقى ليه الحل ممكن شنو حل في شي حاجه ندور نمشي نقلب جوجل في السيبر المهم ضروري خصني نفسر داك لو جو في سيمانجو حيت كان عندنا واحد خونا في الدرب ديما كنت كنعطيه سيدي كيعطيني سيدي كنجيب شي جو جديد كنعطيه ليه كيعطيني هو سيدي كنمشي نقصر به بلاي ويا غاد بحال كنقدر نقول بلاي دو حديتها في لي جو وباخي وباغي نحدهم عاوتاني اونصومبل في 2020 شنو هو الجو اللي عجبك بزاف وماركاك في حياتك ناروتو كانت استوار زوين ناروتو فريمون كانت استوار زوينه بديتها من فيرست ناروتو كانت 3 دي اول جو 3 دي ديال ناروتو كان بين 2008 عاقل عليها في 2008 تعلمت كيفاش فهمتي كيفاش كنت كتريزوني بعدا في دي جو كيبان بزاف ديال بلادهم كياتاكيك قبل كيبدا ياتاكيك واحد في هاد لو جو كان سبيساليتي ديالو هو انه كاينو بزاف تاع لي زينمي كيدخلوا عليك كذا تما تعلمت كيفاش نريزوني شويه كيفاش نسالي مع هذا وندور لهذا وهذا ما يضربنيش كذا كان امباكتني حتى في قرايتي باسكو في قرايه راك عارف بزاف تاع لي بزاف تاع الدروس كذا كتبدا تاتاكي بواحد بواحد وتفهم هذا كيفاش دوز هذا وتاكسيلي في شي حاجه بحال هو نيت في ليستوار ديالو كان اكسيلون في واحد النينجوتسو من وراها غادي كيتعلم في زوك النينجوتسو حتى ولا هو الماتر ديال كونو نفس البلان نقدر نقول لك ليستوار ديالو لا في الانيم لا في لو جو امباكتاتني بزاف في حياتي ونقدر نقول لك فان ديال بيست نينجا في العالم ديال لي زانيم راك تشم شنو هي المسيره الدراسيه ديالك المهم مزيان لي سولت واحد السؤال اللي نقدر نعاود لكم خفن زربان المهم انا من عائله متوسطه الحمد لله قراوني والديا في لي زيكول بريفي كنت باغي ندير سيونس مات من ترونكوما 6ام والباك ولكن بغيت نخدم مرتاح فريمون كنت بغيت نخدم مرتاح هي ديك فاش خديت لا ديسيزيون ديال ندير اس في تي في الباك ديالي خديت الباك ديالي جيت باغمي لي تخوا بروبي ديال ليكول الحمد لله
مشينا موراها كنا بغينا نديرو ميديسين مي ما صحش الله. مشينا لافاك عين سبع اللي دوزت فيها احسن ايامي وهذه باعتراف نقدر نقول لكم فاس. سبع سنين في لافاك فيها ليسانس فيها ماستر وان شاء الله احنا داخلين في دكتوراه ان شاء الله الى كتب الله في لو دومين ديال ماركتينغ اي اش باش تعرفوا. من واحد الناحيه نعطيكم واحد النصيحه للدراري اللي غادي يكونوا كيتفرجوا عمركم تفرطوا في قرايتكم واخا تبان لكم قضيه شويه مع الصبر ما تقاتلوا باسكو القرايه الدراري راه ما ينفعك حتى شي واحد من غير قرايتك ودراعك. عقل على هذا الكونسي مزيان هذا راه ماما ندير لك بازويك ندير لك الجمله بيس. عمرك شاركتي في مسابقات او بطولات ديال الجيمينغ؟ المهم الدراري باش نقول لكم قبل فاش كنا صغار كان عند السيبرجي الحكيم كان كيديروا دي كومبيتيسيون ديال السي اس 1.6 كنا كندخلوا على البشري بالرجوله اف بي اس راكم عارفين فهمتيني من الصغر من غير كره كانوا تورنوات صغار ديال الدرب ديال الكره بي بي اس كذا فيفا ما كناش كنتسوقوا لها ديك الساعات. مي انت غرقت في الكومبيتيتيف فريمون غرقت فيه هو فاش بداو دي زيفيمون كبار. خدمت 3 ans un an في لافاك ديال عين السبع في زيفيمون اللي كنت كندير انا بيرسونيلمون كومبيتيتيف اللي كانوا انتر و 2 ans مع لي غراند سوسيتي ديال المغرب اللي دابا حاليا كيخدموا على الجيمين. خدمنا معاهم نقدر نقول لك فهاد عامين خدمنا معاهم اكثر من 50 ايفنت سواء اونلاين سواء لان. تعلمت بزاف ديال الحوايج تعرفت على دراري بزاف كيفاش عليكم. عمرني شاركت از بلاير في شي تورنوا مي هذا العام هذا انا مش احنا مشاركين انا بيتو بيرسونيلمون مشارك از مانجر ديال واحد الفرقه اللي نقدروا ندوي عليها من بعد جو بونس. واخا سي بازويا ايوا دابا قول لنا كيفاش اكتشفتي العالم ديال ستريمينغ. المهم هذا سؤال مزيان كيفاش اكتشفت ستريمينغ. المهم نقدر نقول لكم بسبب الخضري الله يذكره بخير كنت كتفرج واحد شويه في واحد الايام كنت كتفرج في واحد الستريمر فرونسي هي كانت فهمتي كتبعوها في يوتيوب قالت لي علاش ما ديرش بحال هكا نفس الهيد ديالك كذا كذا كتعطيين باش تستريمي 4 ميجا تعذب فيها وكنتي فلوك وقيتها في 2015 كنتي كتبغي تريكوردي شي حاجه كتعذب فريمون كتعذب باش تريكورديها. مي افيك لو طون تعلمنا اكتشفت الخوت اللي دابا هما خوتي اليوم تيشوفهم في ستريم شجعتهم سوبورتيتهم تعلمت منهم عطاوني بزاف ديال لي كونساي في ستريم. من موراها نقدر نقول لك انا مرتاح نقدر نقولوا ولينا ستريمر بار وحده ورا الدراري غيفهموا علاش هاد النقطه. شنو هما المشاكل اللي لقيتي فاش يلاه بديتي ستريمينغ؟ نقدر نقول لكم اخوتي نضربوا لكم كل كانت الماده شويه ناقصه فاش يلاه بغيت نستريمي كاين البي سي واحد الموين كاليتي والفيبر كاينه مي وسط ستريم الدراري كيتمحلوا معايا بيرسونيلمون صافريز باسكو ما عنديش شي بي سي اللي هاي ولا غيقدر يتحمل ستريمينغ. مي الحمد لله صاباس الدراري صابرين معايا. كاين عاوتاني مشكل واحد اخر اللي هو كنصدع والديا اما الجيران حيت حنا ساكنين في كاتريان بيس ما وحنا جدار دارك عارف جدار دار زايا غوات ومشاش ومطايفات في الدرب بيس. مي انا بوالديا مع امراض فهمتي دونك بالعفو كنحسب راسي هما كيصبروا معايا جوست باش ندير داكشي اللي كنبغي فهمتي دونك حتى هذا مشكل كنحاول نخدم عليه سواء نقلب على شي سبوت فين نقدر نستريمي راسي سواء نقاد بيتي باش يكون اتليست واحد البيت ديال ستريمينغ بلا ما نصدع الدار ولا نصدع الجيران باش يكون داكشي مرتاح باش انا نلقى راسي مرتاح ونعطيكم جود كونت. هذا هو البلان. ايوا كيفاش قاديتي السيت اب ديالك موراها؟ اكثر ديال الدراري اللي كيعرفوني في ستريم عرفوني كنت كنستريم في سيبر كنتعذب شويه هو من لي بروبليم اللي كانوا عندي فيه هو الغوات الدراري كيلعبوا فورتنايت انا كنبغي نلعب مزيكا زاهي ناشط كنبغي ندوي تخسر الهضره راك عارف فهمتيني الهيت. خديت واحد القرار ديال الخدمه اللي كنخدم از فريلانسر في ليفيرمونسيال في لوغانيزاسيون ديال لي زيفيرمون كنجمع دوك فلوس بقيت غادي كنجمع وعاونتني الوالده الله يخليها ليا عاونتني وكملت ليا فلوسي وشريت بها البيسي اللي عندي دابا دونك حاولت انا او ماكسيموم نجمع فلوس انا مي ما كانش عندي الوقت مع الكونفينمون كدا مع لا خديت صافي ان اون دوزلا قريب يكمل ان اون بيسي باي ذا واي باش تكونوا فاهمين دونك
مشيت بشوية 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 تلقيت هاد البيسي اللي عندي وانا غادي وبقيت كنأبغريدي في السيت اب. دابا راه ولا عندي بيسي المهم الانترفاس ديالو مرتاحه خدمت عليها. وهذه نصيحه نعطيها لك، ما عمرك تسناها بارده وعمرك تسنى تبقى تحاك والديك على هاد العيبه هادي. خدم وجمع فلوس وقاد السيت اب ديالك وبدا. هذه نصيحه انا نقدر نعطيك. شكون هو اول ستريمر مغربي تعرفتي عليه؟ اول ستريمر الدراري اللي عرفت كان هو فوكس. كان دراري ديال الايجيمين يعني سبع اللي شاروتو ليهم اللي وقفوا معايا في الجيمين اون جينيرال هما اللي وراوه ليا وراوني فوكس تعرفت عليه. كنت كنسمع بشي دراري قبل منه ولكن فهمتي ما تفرجتش فيهم. تفرجت فيهم حتى مؤخرا، منهم الدرمز منهم الشاكي منهم ديفيوس وي غاده. دونك اول واحد عرفته از ستريمر كان هو فوكس. كان ديك الساعه هو اللي عنده بلاصه في تويتش و بيس خويا فوكس اللي كنت حاضر معايا مؤخرا راك تما برا. عمرو وقع لك شي مشكل مع شي ستريمر؟ كان عمر كان عندي شي مشكل مع شي واحد بيرسونيلمون في لي ستريمر كنت عزيز عليهم من النهار الاول كانوا كيبينوا عليا الا واحد مؤخرا بغى يدخل معايا في شي نقاشات حاده حيت جيتو فاص ما رافقتوش وما كذبتش عليه. وهذا ميساج لك اخويا مابقاش تنافق الدراري داري عندك باش تبان راك ستريمر، اما انت راه ستريمر موال بيس ليك فما كيبغيش. كيفاش كيجيك الكونتنت ديال الستريمر في المغرب؟ الكونتنت ديال الستريمر ديالنا ما نكذبش لكم الدراري كيديروا جود كونتنت كيحاولوا يديروا انترتينمنت للدراري. مي المشكل ماشي في ستريمر وهذا انا عارف تقدر تخلق لي مشكل، مي خصني نقولها مشكل في لي فيور ديالنا كيبقاو فيكس في لو جو اللي كيبغيو هما. عطيو فرصه للستريمر يعطوكم دوطغ جو وساندوهم وديك الساعات غتقدروا تشوفوا الجيمين واصل في البلاد باسكو راه هما اللي كيكريو الكونتنت وانت كتجي كما كتسيبورتي راه هو كيقول ما بقاش غنبقى نستريمي نفس الجو نفس الجو نفس الجو. وهذا ميساج الدراري اللي قول فلاجن حاولوا تدخلوا لدوطغ جو وساندو الدراري في دوطغ جو وسيبورتيو المغاربه ما تسيبورتيوش لو جو كجو باسكو انا عارفكم نتوما كتبغيو تشوفوا لي بلايز سكيلز كدا، مي كاين اللي كيبغي يتفرج في الانسان اللي كيتفرج فيه. وهذا مبدا بشي كبير ملي كنت صغير فاش كنبغي نتفرج فشي بحال كره ولا نتفرج فشي فرقه ماشي على اللعاب اللي فيها، على الفرقه كامله دخلها مزيان راسك. كاينين دي ستريمر اللي لاباس دي ستريم ديالهم هو الدراما، شنو كيبان لك فهادشي؟ ما في الواقع ما كونتنت ما والو الدراري بلا ما نكذب عليكم ما كونتنت هو والو. اول حاجه غندوي على الدراما. الدراما الدراري راه كاينه في الجيمين كاينه في الستريمين ولكن حنا في المغرب شديناها من هنا جوج كلمات ثلاثة اجي ندير دراما باش نجيب فيورز ديال خونا ندخل عندي دراما بينوها اطابل جلست وياها فاس فاس وديروا الدراما بينوها ماشي ها انا هادي مشكل هذا. انا ما كنحددش واحد راه براسي انا وقدرت شي نهار تلقاوني ندير دراما مي انا غندوي فيها جوج دقائق وغنقلب ست ساعات باسكو انا ستريمر ماشي دراما كوين فما كيبغيتش بيس. كاين دابا البلان ديال لي ستريمر اللي كيبقاو يعاودوا على قصص ماشي حتى لهيه. نقدر نقول لكم دي فوا راه كتبغوا تجروا داكشي اللي اونفوي في بنادم وصافي باسكو غتجي تبقى تعاود ليا باغ اكزومبل شنو درتي وشنو فعلتي في الطفوله مع هادي ولا مع هذا ولا مع هادو ولا مع هادي. ستوري تايم زوينه ولكن ما ديرهاش لاباز ديال ستريم ديالك. ما تبقاش تعاود قصص بدون فائده. عطيه شي قصه اللي غادي يستافد بها داك الفيور اللي كيتفرج فيك. ها كيفاش قريت ها كيفاش نجحت في حياتي ها كيفاش خدمت ها كيفاش ماشي كنت جالس البارح في بار مع واحد الساط هكا لبست تسعود الساط. تعلموا الكونتنت تعلموا الدراري الكونتنت هو الشيء راه كيكعين. عمرك تشوفني بهاد الكماره مي هادشي راه فريمون كيكعين ولكن اون غوسو مودو راكم كتعطيو كونتنت ابار هادشي كتعطيو كونتنت زوين الدراري وكيبا. ندوزو دابا لراديو بازويا شنو بلانو؟ راديو بازويا الدراري باش نشرح لكم كانت غطلع نهار الاول الناس اللي كانوا حاضرين في ستريم ديال اي دونت المهم كلمة الشهيرة ديالنا مباش نقولها كنا طلقنا موسيقى موراها وصافي تهايبيت بديك اللقطة ديال اي دونت كدا طن 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 جان كدا فاهم اوف كورس راه معروف الكليب. جات واحد ليدي ديال ستريم اللي موراه جات ليدي ديال نديرو راديو كانت في الاول غير موسيقى الزهون نشاط الضحك وكذا. تاجا دخل عليا المام مين ديالي الدرمز والشاكي في واحد ستريم جاو جلسوا معايا قالوا لي علاش ما نديفلوبيوها. هي فاش بروبوزا راسو ترانكس
جا عندي بريفي قال لي بلطو انا جيت عنده بريفي قلت ليه جبان لك في اليد وكذا كذا كذا شويه قال لي انا معاك مام مان الا بغيتي نطلع معاك نطلع معاك قلت ليه مام مان انت اللي ندوزك الاول داز بروميير سيسيون من احسن لي سيسيون انترفيو كيكون انترفيو خفيف غير هو انترفيو بلا كذب قلت له انترفيو ديال قفص الاتهام عندك شي حاجه قولها فاصل بنادم ما عندكش راه غتبان قدام كلشي كان عنده لي زون زوينين جبنا لافيتي الثاني كان فوكس هو عجبني حتى هو تبارك الله عليه كان معايا عطاني حتى هو الهضره فاس مي حنا بيتي تابيتي حنا خدامين ان شاء الله راديو بازوي ما غتبقاش غير الراديو ديال لي زانترفيو مع لي ستريمر مي غتكون حتى لي زانترفيو مع لي فيورز ونعرفوا شنو باغيين نعرفوا شنو 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 كيتمناو وغادي يكون اوف كورس الموسيقى اخوتي راكم عارفين الهاس هيب هوب داكشي ديال الهنود راك عارف وزيد قدام واش كتوجد شنو تقول في ستريم اغلبيه ديال صحابي الدراري عارفين هاد اللعيبه هادي انا اون بيرسون سبونطاني زعما اللي هنا كيخرج ديريكت ما كنفكر ما كنضرب التفكير جوج مرات دونك ستريم ديالي عمرك تلقاه مقاد ستريم ديالي تقدر نقول انا جو غنلعب مي شنو غنقول تقدر توقع اي حاجه خوك انا تقدر توقع اي حاجه تقدر اي نوطه تخرج في ديك اللحظه بيس تقدر باغ اكزومبل تكون غير ستريسي معصب مع الخدمه ولا طاري لي شي بلان غنطلق ستريم غير باش نريح مع الدراري باسكو هادي معروفه عندي في ستريم اللي قاص فيورز زيولي بحال اللي قاصني وانا عارف بحال اللي قاصوني فيو شي واحد قاصني انا راه بحال اللي قاص فيورز زيولي 50 واحد راه اليز 30 واحد راه اليز المهم يكونوا مرتاحين يخرجوا من ستريم مشاسمين دونك راكم عارفين القانون كتدخل ستريم ديال بازوي باش تزها ولا مخرجتي الزاهر من ستريم ديال بازوي راه انا اللي كنبقى فيه الحال ما مين ديالك شنو هو الكونتنت اللي عول دير من هنا لقدام في ستريم ديالك هذه كانت ما كنكذبش لك هذه كانت ايدي اللي كنت انا المدام كنا دوينا عليها بغينا نعرفوا لي فيورز شنو باغين باش عرفوا انا المدام هي المانجر ديالي بيرسونيل كانت تعاونني في هذا الشيء جو برون كونساي معها وكذا دونك كنت سولتها قالت لي شوف مع لي فيورز ديالك شنو باغين كذا 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 شي هي وكانوا حتى لي موديراتور عندي في تويتش قالوا هاد اللعيبه هادي مامينغ يو كي با دومين ربحيو تريزلو نوال واستروس فانكس خوتي اللي ديما واقفين معايا في ستريم بروبوزاو انا نجلسو نعرفوا لي فيورز شنو باغين درت ورقه وستيلو مشيت ورقه وستيلو درنا الوورد حطيت كاميرا الوسط كنقرا الشاط انت شنو باغي انت شنو باغي انت شنو باغي لقيت راسي وصلت الكونتنت ديال العام بالضحك كونتنت ديال العام غير الضحك اكثر من 150 جو في اكسيون في حاجه في وورد واحد وانا ما كنتش كنصحاب ليا ان الدراري باغيين هادشي كامل وتصدمت سو حاجه واحده اللي نقدر نقول لكم في هذا العام هذا اللي جاي ان شاء الله 2021 كاع داكشي اللي طلبتوه الدراري غتلقاوه ولا ما كانش شي حاجه يجيو حسبوها عليا قول لنا ثلاثه الحوايج اللي ماركاوك بزاف في ستريم ديالك غندوي صبر غندوي على ثلاثه الحوايج اول هوست اول دونيشن واول واحد سبورتان هما ثلاثه العشرينيات اول هوست كان عند مام ديال الدي جي الكندي برادر ديالي كان صيفط لك التحيه خويا وحبيبي وانت عارف راسك شحال عزيز عليا حيت فاش في الايامات ديال وان فيور كنت كضرب طلع عندي وتسلم عليا كان هو اول هوست ديالي اول دونيشن من مام مان والبيك برادر ديالي الشاكي ماكي خويا وحبيبي راه هو حاضر عاقل كيفاش كانت الرياكسيون ديالي نقدر نقول لك من احسن لقطات في حياتي و اكثر واحد ساندني ونصحني في حياتي ابار هاد الجوج نيت هو المام مان ديالي الدرموز درمز خويا وحبيبي مهدي فرح لي اليومين هذا باقي كيعطيني دي كونساي كيجيني قاصح كيجيني فاس درت شي غلط كيضرب كول فلان اجي نقول لك هاك الودنين و اوف كورس الدراري الابرامي فاميلي هما اللي واقفين معايا يومنا هذا برادر ديالكم بازوي وهادشي مؤثر اخويا بازوي يا كايند اوف بيرسونيل مو كان عندي مؤثر حيت بنادم اللي قريب لك كان ديك الساعه قريب لك ماشي درمز ماشي كيما كدي فيوز وما دارش هادشي اللي داروهم كان بعد ديفوا كان ستريم انا اون نايت بول باش تكون عارف مري دونك داكشي علاش انا هاد لي رياكشن اللي داروا معايا هما بالضبط باقي يومنا هذا هنا لو كنقول لهم فوجا وانا مرتاح انا نعطيك واحد التسميه ديال دي ستريمر نقول لينا شي كلمه في حقهم نبداو بالشاكي الشاكي نبغي نقول ليه كيب ذا جود ورك نقدر نقول لك كنت فاهم انا وياك اكثر من كنت فاهم مع سراني عرفتك هذه عامين
وسانت تشيني مامين جيري راك شام شكون هو شان دريمرز سيمباي هادي اللي غنقدر نقول لك سيمباي جير ديفيوس ديفيوس او ماي جاد برادر راك تما اخو اكاشي ليه البرادر ديالي ديما في تورنو كيحاول يدير ليا خاطري بلي بيك اللي كنبغي نشوف في الميد هيز ا جود فريند و اي هوب تربحوا البيك تورنمنت وتزهاو انا تايق في القصه تقدر توصل مستر كابلان كابلوش نقدر نقول لك الصاد نتا هربان لك في دماغك وكنحتارمك لان ما عاد لك راسك عام وراك فهمتيني علاش داو سوبريكو ريكو حيد منك الصداعات مع بنادم نقدر نقول لك اصغر واحد قدر يتفرقع في تويتش والله يسهل عليك في طروفو تاعي ترانك سوجي البيج مان خا ترى بيناتنا واحد فلاش وكان كنت اخويا الصغير وخا انت كبير في الطول الحمار خصني نقول هاد النقطة نعاود ما يمكنش لا مشاش هادي غدوز دوز بحركة دوز بيس فيكس وقول لي نسبو منه ولا صاحبي قول لي نسبو منه ولا صاحبي مامين ترانكس مامين ترانكس اكزامو عندي مع واحد فهمتي ما معاسرش معاه بزاف مي درويش فهمتي درويش غا هو داك ما فاش وسطيتك كيعيش ليا الدراري ما بلاش فوكس thanks for the support brother عاونتيني وديما فاش كنا في ليزيفي ما كتكون ضحوكي وكذا نقدر نقول لك انت هو السبب باش عرفت شحال من واحد و thank you brother موموكو موموكو هاي صافا الله يسهل عليك بصحتك البارتنر keep the good work انت يا صافا راك غادا مزيان في داكشي ديال لي زانترفيو راك كنتفرج فيك ديما وديما غتلقاي خوك الباصوية معاك اي بلان اي واحد ذكرتو راه غيعطوني انا الاول وقت معاه وراك تم لي ديفاين دري الله بدات دارت بلاصتها مي ما كنعرفش عليها بزاف حنا ديما مناقرين في ستريم ديما مسابين ولكن امي كارما مي راه درويشه فودكا فانكي فودكا صعب نقول لك بحال هكا قبل ما نبدا ستريم كنت كنتفرج فيك كنت ديما كتجيني ضربه في الراس كنت كنشوف فيديوهات ديالك في فيسبوك ما كنتش كنعرف راك كتستريمي في تويتش مي نهار تفرجت فيك عرفت علاش الدراري ديما ضاحكين معاك ومقشبين معاك سيرتو مع بينات اللي حتى هو نقدر نكلم واحد الاحترام ونحول حتى هو باش نجمع بوبوني اون جينيرال كنكلم واحد الاحترام الله يسهل عليكم الدراري داكشي اللي كديروا وقت ما احتاجت في الباصوره غتلقاه هو معاكم هو الدراري ديال الابرار الكترونا نقدر نقول لك برادر واخا حنا ديما مناقرين في ستريم ديال الدرمز ولكن راك عارف شحال عزيز عليا شورا دري اللي وقف معايا في يامات الاورال جيمز درويش بشكل او كي سيبورت الدراري ديال ستريم راك عارف غنزيدك واحد جوج سميات واخا ماشي ستريمرز فوكس جيمنج فوكس جيمنج كامله اخ فوكس جيمنج كلوب الدراري كنعرفهم فهمتي عشران من امين تشوزي اكاشي بروكس ناروكيا ميراي سينيو المهم الدراري نقدر نقول لكم احنا معاكم السراء والضراء غنساندوكم تديو ليا سي وان شاء الله نتوما تديو اوف كورس راكم تم براوني بغيت نقول لها ثانكس فور ذا سيبورت ثانكس فور بين ذير فور مي وقفتي معايا في واحد الوقيته اللي كنت محتاجها بزاف اول دريه اللي ما كتشوفش في الجيمين كتدخل معاك طول عرض في الجيمين هذا ميساج بغيت نقول لك ثانك يو فور ايفريثينغ ثانك فور بين ذير فور مي وكتحاولي تعلمي الجيمين وداكشي ديال تويتش وبارطاجي وراك تما نويطات كنشكرك بزاف وراك عارف بلاصتك عندي ونصيحه للدراري ليكم كاملين الا كانت عندكم شي دريه كتسوبورتيك غحافظ عليها هذا ما كان شنو احسن بلاي درتي في الليغ شوفوا الدراري الا كنتي كتسلم لهاد الوجه يدير لك شي بلاي في الليغ ولا في شي جو قزحه زينه نعاود شوفوا انا انسان ربي حطه في داك ستريم باش تذهب
اما باش تقول لي شي كيك فلاش ولا شي هيد شوت سماوي غنسالع فريمون غنسالع. ولكن سير عبد سير نبداو دابا في الاسئله الزوينين. كنت واحد النهار مأوطوفيلي طوب عاطي عليها مأوطوفيلي طوب غنضحك شويه في ستريم ديالي قبل ما تسالي السيزون. لعب بانطيون نورمال بلعب ميد بانطيون طحت مع كاميل. غندخل غدات بوكي فيها مع هذا واحد البوك شويه معصب كتدخل هاد اللقطه. انا لو اش بي فريمون لو اش بي كان بوشي انتيت بالروج ولا كان بوشي بداك الدم ويدخل عليا بكل شيء اول ان ستونيت هكذاك داشي هي باقي عندي شويه ديال الدم كنضوجي في العيبات ديالها. كيف خلاها درمز احسن اوش بلاي احسن اوش بلاي هو فلاش اوتو اتاك. تدرت انا جبتها عندي التورين بغات تدخل عليا فلاشيت ستون اوتو اتاك ماتت زهيد ديك اللقطات الدراري ماتوا بالضحك في ستريم. ولكن دوماج ما قدرناش كليبي وكان شي بروبليم ديك الساعه في تويتش هذا ما كان ما مال بازويا. ودابا تقول لنا احسن فيل ديالك احسن فيل الى واحد فيهم الى واحد فيهم قول لي الى واحد فيهم بصح سير عطينا ثلاثه من عندك ثلاثه لا ستريم سنايب هذا كليب هذا كليب ما عمرو يتنسى هذاك ستريم سنايب هذاك بوغ هذاك بوغ. احسن فيل كان عندي هو واحد فلاش اوتو اتاك ديال لا كيو فلاش لا كيو لا فلاش كيو اوتو اتاك اولتي ديال الليسين ما بغيت ندير كيو فلاشيت وكيو مشات العيون الفلاش ديالي داني عندهم شدوني الوسط بغيت غنخرج الاد دي سي طقتني خارج على راسي. نقدر نقول لك بقيت كنشوف راسي بحال هكا. كاين كليب ثاني شوف كاع لي فيل ديولي بالليسين كليب ثاني راه تلاح في الفيديو كان في ايرف كان سبامي في ديك كيو في واحد ام اف حتى شي كيو ما جاتش 25 كيو حتى شي كيو ما جاتش فيها جا فيها اولتي حيت بوينت كليك فهمتي درت لها باق ضرب فيها اولتي جا واحد النوني من الواقع عليا هاك شفت في ستريم شفت في شاداي كنلعب معايا الله يذكره بخير شاداي كنلعب معايا يا ويلي يا ويلي حتى شي كيو ما جات. واخر فيل كان هو واحد الفيل ديال واحد نايف واحد نار فالورانت. تخيل معايا غادي النايفي غنربح غنايفي غنربح صافيش كندير مع كنكتب لي ديك اللعبه هي لوك ات يور رايت هو ما غنكدير ديك اونتري ما غيدور غيضربني هاد الشوط خسرت الجيم ديمونتي ديك الساعات من سيلفر 3 سيلفر 2 كاين هاني بيس فهمتي زوب. المهم زيد ديك اللقطه هادو هما اللي فايت زوين. شنو تبغي تقول لوالدك اللي كيشجعوك؟ المهم هذا ميساج الام ديالي اللي هي اللي صابره معايا بزاف في الجيمين في ستريمين دي فوا ما كتنعش باش غير باش نستريم على خاطري وكذا. دابا نقول لك شكرا شكرا لانك صابره معايا هادشي كامل وثيقه فيا انني غنقدر نوصل وكتسانديني حتى في داكشي اللي كندير في الحياه ديالي في ليزيفيرمون وكذا. كنشكر حتى الوالد الوالد اللي بلا بيه ما كنتش غادي نعرف هاد العالم ديال الجيمين هو السبب باش خديت اول كونسول ديالي. وطبيعة الحال كنشكركم بزاف والله يخليكم ليا وما تنساوش الدراري تهلاو في والديكم هذه نصيحه من عندي. وما تنساوش بطبيعة الحال الفيورز ديالك شنو تبغي تقول لهم؟ شوفوني الدراري شوفوني مزيان غنقرا والله غنقرا خوكم البازور نقول لك جوج كلمات اخويا الفيور اختي الفيويره شوفوا فيه مزيان شوفوا فيه مزيان ساندو الدراري نتوما راك عارفين انا كيفاش داير خوكم كنحسبكم من عائلتي الدراري اللي كيساندوني راكم تما غتلقاوني ديما بجنبكم. الهيترز مرحبا بك عندي في ستريم اني تايم ما عنديش مشكل انك تجي وتسدني مي اتليست انا عارفك كدرك راسك باش تعرف شنو كندير في ستريم وعلاش ديما الدراري شادين فيا وطلعين عليا في بالكليب. غير هو نقصوا شويه من الهيت باسكو كاين اللي غيضروا لداخل انا ما كتحرك فيا والو فهمتي انا فاش كتجي كتسبني في ستريم راه الدراري يجيو لي كيتكلفوا بهم والدراري يجيو لي راكم تما اخوتي. ايوا شكرا بازويا حتكتي معنا شي كلمه اخيرا ساليو بهذا الانترفيو. طبيعه الحال الدراري ما تنساوش تدخل بدا اول حاجه للجيمين اللي انا الجيمين بلان راكم عارفين وفي كورس من ناحيه واحده اخرى تفولو اخوكم في تويتش راه عارفين البلان بازويا
ايزي غتلقاو داكشي كامل في الديسكريبسيون تحت. بازويا في تويتش، بازويا في فيسبوك، ذا سموكر بابي في انستغرام، راكم عارفين يوتيوب حتى هي بازويا. دونك انا مسهل عليكم فهمتي، ابار انستغرام راكم فاهمين، كلشي غتلقاوه في ديال الديسكريبسيون تحت. وطبيعه الحال كيف نقولوا الجيمين بلا الدراري، ليتس جو عن طريق واحد لونتي تيك تخدم معاها. ما يبعد حسين دارويش تدي حكا خايبين ولي صافي يا باش نعاودو اصغر مؤخرا فهمتي كان المشكل معاك. مالك الدبدوب ها الهيكي وين جبتي شي الهيكي الصالح شوف اخويا حنا معاكم الوضع فهمتي حنا معاكم موراكم كنساندوكم صافي اصاحبي جد فهمتي مزيان فهمتي التنوع في الفيديو فهمتي ما خصنيش نبقى جهه واحده ليتس جو قول لي قلت لك الدنيا سيري سيري تنتفاهموا احنا